شو صار؟ سوري بي، طلعتك من الميتينج، بس اللي عم بيصير خطير. ماما عم تتعامل مع الضيفة المصرية على أنها خيتي يوستينا، واخدتها معها على الأوضة وحاولت طلعها رفضت. والبنت شو قالت؟ مستسلمه تماما وما قالت ولا شيء. خايف تصدق انها يوستينا. لازم نستدعي الطبيب النفسي. حكي. يلا يلا. يوستينا حبيبتي، بتعرفي شو جبت لك معي من هارولدز من لندن؟ هدول كلهم لإلك، انا بعرف رح تحبيهم ورح يلبقوا لك. وشوفي هيدا عقد الالماز، اكيد رح تحبيه، انا بعرف ذوقك. واو. وفي جبت لك معي ساعه سينيه، بس وين البوكس؟ دقيقه، وين بوكس الساعة؟ وين راح؟ يا الله. بونجور حبيبتي صوفيا، كيفك اليوم؟ عدنان حبيبي، أنا كتير مبسوطة. تعال شوف يوستينا شو جايبت لي. أنا لازم أقوله هيك لأني بفكر إن أنا عندي مرض. عدنان، وين الساعة الصينية اللي جبناها معنا من فرنسا؟ مش ملاقيتها، مش ملاقي البوكس. تلاقيها تلاقيها. عيطولي لكارمن، عيطولي لكارمن هلا. كارمن! كارمن! وي مدام؟ كان في علبة ساعة سينية. وينا؟ وقت الساعة؟ سوري، ما شفتها وما إلي شغل بالخزنة. ماما، توني، روح فتش إذا بالخزنة. يا أمي، البنت تعبانة وبعدها جاية من المستشفى. حرام عليكي. مستشفى؟ يوستينا، ماما، ماما شو بكي؟ قليلي عدنان عم تضحك علي؟ عم تخبي علي؟